وبرنامجكم التاسعه زي ما حضراتكم اكيد عارفين وشايفين وسامعين ان احنا موجودين معاكم في شرم الشيخ من سوهو سكوير. اعتذر جدا عن يمكن حالة كان المفروض تبقى العكس تماما، واحنا جايين علشان نغطي واحد من اكبر الاحداث على مستوى مصر بل والاقليم بل والعالم، وهو منتدى شباب العالم من شرم الشيخ. يمكن غالبية الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي عرفت الخبر، عرفت مسألة وخبر وفاة الاستاذ وائل الابراشي. وخليني خليني قبل اي نعي رسمي متعلق بالاستاذ وائل الابراشي، النعي اللي الحقيقه تفضلت مشكوره وطلعته الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، لكن انا هرجع معاك لاكثر تقريبا من 33 سنه، تقريبا 33 سنه دلوقتي. دي بدايه معرفتي بوائل الابراشي، صديق، اخ، مدير، استاذ، واحد من اجدع ومن أشرف خلق الله، واحد من أطيب وأحن خلق الله، ومن أكثرهم احتراما، ومن أكثر الناس اللي اشتغلت في مهنتنا نشاطا، الله يرحمه. من 33 سنة أنا قابلت وائل الإبراشي وكان عندي تقريبا 14 سنة وقتها، ولد صغير. وقابلته أول مرة كنت خارج من نادي الزمالك للألعاب الرياضية، كنت بلعب كرة مية. وائل الإبراشي كان شاب لسه جديد خالص في عالم الصحافة، التحق بالعمل كصحفي تحت التمرين في مجلة روزا اليوسف. لحسن حظي انه وائل الإبراشي كان وقتها بيتدرب تحت ايد والدتي الله يديها الصحة الأستاذة تحية عبد الوهاب. قابلت وائل الإبراشي في السنة دي، في الوقت ده وانا خارج من النادي، والدتي كانت جاية تعدي عليا، وائل الإبراشي كان قاعد جنبها، لفت نظري جدا مين اللي قاعد. والدتي عرفتني عليه على طول، قالت لي زميلنا الجديد وائل الإبراشي. رحت معهم المجلة، طبعا وقتها كان لسه شعره اسود كما هو الحال دائما، ناعم لامع منمق منسدل على جبينه زي ما بيتقال، لكن هدوءه الظاهر ما كانش بيعكس على الإطلاق، على الإطلاق نشاطه المستمر. من وقت ما انا عرفت وائل الإبراشي من 33 سنة لحد وفاته ما شفتش حد في هذا النشاط. راجل تقريبا ما بينامش، بيشتغل تقريبا 20 ساعة في اليوم، بيقرأ كل الأخبار كل الجرايد، وبعدين يشتغل على تحقيقها خبر خبر. تحقيقها في لغتنا يعني عند الناس بتاعت الصحافة هي انك انت تتحقق 100% من مصداقية ودقة الخبر اللي هيتنشر. في الوقت ده انا دخلت روزا اليوسف بعدها تقريبا بحوالي 4 سنين، يعني دخلت وانا عندي 18 سنة، دخلت برضو صحفي تحت التمرين. الناس اللي كانت موجودة وقتها مديرنا انذاك كان وائل الإبراشي، وكان مسؤول الديسك، وكان الأستاذ إبراهيم عيسى ومحمد هاني وعبد الله كمال الله يرحمه يا رب، ما حفظ الألقاب ليهم جميعا، دول كلهم أساتذة، وأستاذ عصام زكريا ربنا يديله الصحة. مين تاني يا يوسف؟ مش عايز أبقى بس الذاكرة بتخني. وقتها وائل الإبراشي باعتباره هو مسؤول الديسك فكان مسؤول عن كل الأخبار اللي جاية علشان بتعبرنا هتتدسك وتخش بعد كده عشان تنزل في العدد. روزا اليوسف كانت وقتها مجلة بس، يعني العدد أسبوعي، فعندنا مساحة كافية ان احنا ندقق الأخبار وندقق الموضوعات والريبورتاجات والانترفيوز اللي بتتعمل وهكذا. بطبيعتي ان انا كان دايما ادبس وائل الإبراشي في مشاكل مع الاستاذ عادل حمودة الله يديله الصحة رئيس تحريرنا انا ذاك، طبعا عادل حمودة مدرسة يعني. فطبعا دبست وائل في اكتر من مطب مع الاستاذ عادل حمودة، اتكلف بشغلانة ترجمة، اروح مترجم موضوع تاني واديه الاستاذ وائل واقول له هو موافق، فيقول لي انت متأكد؟ وطبعا مين اللي كان ياخد الدش؟ الاستاذ وائل. هو انت ما رجعتش ورا يوسف ليه؟ دلوقتي وائل الإبراشي هو اللي دبسني.
دبسني في أسوأ حاجة ممكن أعملها في حياتي، إن أنا أضطر أنعيه وأقول كلام في رثائه، وده صعب عشان هو ما كانش زميل، كان صديق عزيز جدا وجدع جدا، مش معايا بس الحقيقة، مع الكل. علشان أوصل هنا فكنت بتكلم مع صديقنا الكاتب والسيناريست والصحفي المعروف حازم الحديدي، هو أحد مديرنا في القناة، في القناة الأولى. فبكلمه عشان أنا بقوله لسه جاي من الطيارة وبتأخر، وبكلمه علشان أعزيه. أول ما قلت له إزيك يا حبيبي، ده الأستاذ حازم الحديد، لقيته بينهار عياط كطفل صغير. الخبر تلقناه أول ما الطيارة نزلت في مطار شرم الشيخ، بطبيعة الحدث، توقيت اليوم، الحال، فأغلب الطيارة عارفين بعض، كلنا بنشتغل في نفس الشغلانة، في الصحافة، في التلفزيون، في السياسة، لازم تشوف خيري رمضان ومجدي الجلاد وهم بيبصوا على التليفونات. لما أنا عرفت الخبر، عرفته من حد من السادة الأفاضل اللي كانوا راكبين معانا الطيارة، كان قاعد جنبي زميلي أحمد الخطيب، فبيدولنا الموبايل بيقولولنا شفتوا الخبر ده؟ فاحنا أول حاجة قلناها إيه؟ كذب، مش صحيح، في ناس كتير بتقول الكلام ده. لقينا الخبر اللي منزله أحد زملائنا وأصدقائنا، يعني اللي معروفين بمصداقيتهم، برضو ما صدقناش. فمسكنا التليفونات وقعدنا نعمل سيرتش وكلمنا أصدقائنا عشان نتأكد هو الخبر ده بجد ولا إيه. فأكتر من يوم، أكتر من موضع، خلال 2021 كنا بنكذب أخبار الوفاة ونكذب أخبار شدة ووطأة المرض عليه. كنا بنكلمه في التليفون نطمن، نتأكد صحته تمام، بومب، وكنا نقول لكم آخر مستجداته. أنا لميس عمر، ربنا يا ربي يقومهم بألف صحة وبألف سلامة وبألف عافية، ويعدوا الحكاية بتاعت الكورونا دي، يا رب يا رب يا رب. الكل كان دايما بيفتكر وائل، الكل كان بيسأل عليه، الكل كان دايما يكذب الخبر السيء والترويج المشين لشائعة الوفاة. المرة دي للأسف ده اللي حصل، وزي ما قلت لكم أنا دبسته كتير، بس أنا عمري ما دبسته التدبيسة الصعبة دي. المسألة بجد لما تتعرف عليه هتجد دايما بني آدم واقف في ظهرك، يعني يساعدك في الشغل وانت عيل صغير مش فاهم حاجة، وهو مش مضطر يقف معاك في شيء، هو مديرك يستلم منك الشغل اللي انت متكلف بيه، بس يساعدك ويقف معاك. ولما يجي في يوم وكل واحد فيكم يبقى عنده برنامج، وهي برامج فيها تنافس مما لا شك فيه، تلاقيه لما اي حد فينا بيعمل حلقة حلوة بيكلمه ويثني على الشغل، ولو في معلومة عاوز يزودها له بيديها له، ولو في مصدر عنده بيبعته له بمنتهى الاختصار غير المخل. ده وائل، كيان وكتلة حقيقية من الطيبة والجدعنة والذوق والاخلاق والاحترام والنشاط. حتى انت تاخد بالك لما كان لما تعب واستلمت البرنامج مكانه الحين عودته، فكان ينقل اخبار البرنامج في 2021 اللي هو كان غايب فيها عن برنامجه ومكانه
ويكتب كل ما هو متعلق عن البرنامج وينقل المقاطع بتاعت الفيديو والأخبار على صفحته الشخصية لأن عليها فولوورز كتير ولأن أنا ما عنديش صفحة فكان بيساعد قدر الإمكان يوسف اللي بيعمل البرنامج بتاع التاسعة لأنه هو عنده ولاء وانتماء للفكرة في حد ذاتها ولشغله بشكل أساسي وعنده محبة حقيقية لأصحابه ولزملائه والإخواته. ده وائل الإبراشي، ده كل اللي أقدر أقوله لكم. يعني أنا لو قعدت أتذكر في مواقف كتير، مرة دخلنا رهان إنه مين فينا هيقدر يقعد على الهواء أكتر ويعمل تغطية ارتجالية كمان. الوقت ده كان أيام الإخوان وكانت أحداث مسجد الفتح، فأنا أتذكر قعدنا على الهواء تقريبا كان من الساعة 6 مساء وقعدنا مستمرين على الهواء، فدخلنا رهاننا وهو مين فينا اللي هيقدر يكمل أكتر. فأنا فضلت شغال من الساعة 6، قعدت شغال لحد الساعة 3 بعد نص الليل. كويس. وائل كمل لحد الساعة 6 الصبح. كان رهان احنا بنحب بيه بلدنا مما لا شك فيه، واقفين مع بلدنا، مش عاوزين يفوتنا ولا لحظة ولا فوتة، مش عاوزين الناس ما تبقاش عارفة. لكن جيت انا على الساعة 3 وما قدرتش، كنت عايز انام، تعبان ولا 4 كمان. وائل كمل لستة ونص او 7 صباحا، لدرجة ان انا فاكر كويس في اليوم ده كنا قاعدين بنتفرج انا وصديقنا العزيز ألبرت شفيق، فقاعدين بنتفرج انا وألبرت مع بعض، فلقينا وائل قاعد ما شاء الله عليه مكمل الله يرحمه يا رب. وبعدين جه في النص خد فاصل وغير هدومه ورجع يكمل تاني، ما بيسيبش الشغل، بيحبه وبيحب بلده. وائل ما خافش خالص من اي حد، في عز الظلم والطغيان كان بيقول الحقيقة في برنامجه الحقيقة لو تفتكروا، ولما جم الاخوان برضو قال الحقيقة، اتهدد بالقتل بالضرب تكسير عربية كل انواع التهديد الممكنة وبرضو ما هموش. بصوا هو مفيش كلام بجد هيوفي حقه حقيقي، الله يرحمه. فاصل ونكمل الكلام.